السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وانتم كتهدوا معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي للباديه انا وعائله راجلي نطيب الوليدات حتى هما يفوجوا شويه بما انهم شدوا العطله. قلنا يلا هنبدلوا الجو، حتى هما مساكن يبدلوا الجو معانا. غادي نديكم تشوفوا الطبيعه، هذه النوع العروبيه في عين صفا، يعني الباديه نتاع وجده. وهانتوما معايا البنات. احنا وصلنا هنايا للعروبيه، غادي نحطوا هاد التيويات اللي كتشوفوا عليها في الكونطرا. غادي نحطها فيها وجابها وكراشيد. واش هو هذاك التيويات هنايا تاع هاد البلاد؟ غادي نكملوا. شوف واش كنت كي دايره مشاو الخضوره. راه عاد الشتا انا ما طاحتش وجده بزاف الصراحه كما الغرب. ماما احنا دابا غادي نمشيو للفيرما، هادي اللي فيها الشجر هنا كايبان تاع الزيتون. كي
كتشوفوا الدنيا راها مخيره الصراحه، والله ما سخينا نجيو. دوزنا واحد النهار مخير، وتا الولاد مساكن فوجو. جبنا هنايا الحصيره، وجبنا الفراش علاش نقعدو، وجبنا اللي قسم الله في الماكله. وغادي تشوفوا معايا صافي، احنا وصلنا. شوفوا الشجر تبارك الله، هاد الشجر هنا تاع الزيتون تاع اللوز الهندية. المهم ما كان الصراحة كما البادية. احنا وصلنا هنايا صافي، غادي نوجدو نفرشو ونمشيو نوجدو الفطور. ها هو هنايا الراجل راه كيدير الفطور، هيعمر هذا هذه الهبره تاع الدجاج. قومناها في الدار وجبناها باش نفطروا ونمشيو ندورو عاد نديرو الغدا. وهانتوما غادي نخليكم مع الفيديو. هو هنا درنا الفاخر وراه القطبان راهم يتشواو صافي. وجدنا اتاي طويب لانتانا، عندك الشغل اللي كتب الله. شوفوا بدينا بالدراري هما الاولين، عاد شربنا حنا صافي. هنايا حنا طالعين لواحد الجبيل، خليت عجوجتي وخالط راجلي تما في البلاد، وجينا حنايا هنايا نطلعو للجبل. شوفوا الدنيا كي كاتبه مخيره الصراحه، الطبيعه كي دايره. شوفوا هذه البنيه تاعي طالعه زعما ما خايفاش، وطلع بالزربه. هذه اول خطره مسكينه نجيبها هنايا للجبل. غادي نمشيو نشوفو هنا واحد الوالي. شوفوا تبارك الله الدنيا مخيره الصراحه. هاني يلا خلينا نكمل ورا حالتكم. لا 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 لا